السلام عليكم واهلا بكم معانا في فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف شويه عن الفيديوهات اللي فاتت كلها، هي اختبر شخصيتك. هنختبر شخصيتك ازاي؟ هتختار ما بين الف وما بين ب. فقبل ما نبدا دلوقتي حالا الفيديو، انزل دلوقتي حالا اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو ده، ويلا بينا نبدا الفيديو. احسب كم مره اجبت كلمه الف وكم مره اجبت كلمه ب. السؤال الاول، لو خيروك ان تكون بلا اصدقاء وان تكون بلا منزل، هتختار ايه ما بينهم؟ انا ذات نفسي ممكن اختار يعني بلا منزل، صعبة دي شوية، اكيد بلا اصدقاء، يعني انا هختار رقم الف. ما نشوف بقى السؤال التاني. السؤال التاني، لو خيروك ان تموت قطة ولا ان تكسر هاتفك الايفون؟ انا طبعا ما عنديش ايفون، فمش عارف بقى، بس اكيد اموت قطة، دي صعبة شوية وحرام يعني، استحرمها بصراحة. ولو عندي ايفون بصراحة اكيد ممكن اموت قطة، بس بصراحة عشان ما عنديش ايفون فاختار رقم ب. اخترنا كده رقم ب. ما نشوف بقى السؤال اللي بعده هو ايه. السؤال التالت، لو خيروك ان تكون سارق ولا ان تكون متسول؟ سؤال صعب قوي يعني، مش عارف. يعني اسرق ولا ابقى متسول؟ غالبا يعني متسول صعب، فمش عارف، بس اسرق حرام، فلو كده اسرق احسن ما ابقى متسول. السؤال الرابع هنشوفه هو ايه. لو خيروك ان تكون محبوب من الجميع ولا ان تجد شريكة حياتك؟ احنا لو الواحد يعني هيبقى محبوب من الجميع، ام حدش يعني، لا انا لو كده اختار انا اجد شريكة حياتي رقم ب. شوف بقى السؤال اللي بعده هو ايه. السؤال الخامس، لو خيروك ان تعيش مع ابوك غني ولا ان تعيش مع امك فقير؟ بصراحة يعني مش عارف، سؤال رخم ده شوية، بس تعيش مع ابوك غني ولا تعيش مع امك فقير؟ بصراحة لا، انا افضل يعني اعيش مع امي حتى لو فقير، مش مهم يعني، ربنا وسع الام يعني، امك ثم امك ثم ابوك يعني زي ما بيقول. السؤال السادس، لو خيروك ان تعرف متى ستموت ولا ان تعرف كيف ستموت؟ ان تعرف متى ستموت، ان انا ابقى عارف امتى اموت، تقريبا افضل ان انا اعرف امتى اموت احسن ما اعرف ان انا هموت ازاي يعني. يعني لو عرفت اموت ازاي اكيد الموضوع هيبقى صعب يعني، فلا الف. السؤال السابع، لو خيروك ان تكذب ولا تكتشف ولا ان تكتشف الكاذبين؟ اكيد ان انا اكتشف الكاذبين، يعني اكذب وما اكتشفش، لا اكتشف الكاذبين رقم ب. هنشوف بقى السؤال اللي بعده هو ايه. انا اخترت ب عامة في السؤال ده. هل حسبت كم مرة أجبت ألف وكم مرة أجبت ب؟ أنا أجبت ألف 3 مرات وأجبت ب 4 مرات. إذا كانت ألف أكثر من ب، ده مش أنا طبعا، أنت إنسان عقلاني وتفكر بعقلية قبل قلبك. شكرا، ربنا يخليك. مع إن أنا ما أجبتش السؤال ده. أنا بقى عندي أجبتها أكتر يعني. هنشوف بقى ايه ب. اذا كانت ب اكتر من الف، لما نشوف بقى فرجهم، اكيد ده احسن. انت انسان حسي تفكر بقلبك قبل عقلك. يا سلام بجد يعني، لا 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 لا، حاجه حلوه. حساس انا يا جدعان، حساس. هنلعب اللعبه التانيه. المرحله التانيه من اللعبه دي برضك احسبه، هتختاروا كم مرة ألف وكم مرة هتختاروا ب، ماشي؟ احسب كم مرة أجبت ألف وكم مرة أجبت ب.
السؤال الأول، لو خيروك أن تغسل الصحون بلسانك ولا أن تقطع الأعشاب بأسنانك؟ يعني أغسل الصحون بلساني ولا أقطع؟ مش عارف، بس أغسل الصحون بلساني يعني. ممكن. ألف. أنا اخترت ألف. السؤال الثاني، لو خيروك أن تسرق حساب بنكي ولا أن تسرق بنك محلي؟ أسرع طبعا بنك، يعني أسرع حساب بنكي. ليه أسرع بنكي؟ فلوسه هيبقى أكتر بصراحة. فأنا اخترت بصراحة، اختار به. وانتوا شوفوا بره هتختاروا ايه بره، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات أهم حاجة. شوف بقى السؤال اللي بعد كده، سؤال رقم 3، لو خيروك أن تنقذ غريق ولا أن تنقذ شخص من الحريق؟ صراحة هو كده هتموت وكده هتموت، يعني لو ما بتعرفش تقوم فتنقذ واحد أحسن على الأرض، ولو ما بتعرفش كده ولو بتعرف تقوم أكيد تنقذ يعني غريق. فلو كده بصراحة أنا أفضل يعني رقم بي أفضل، يعني بصراحة ب. السؤال رقم 4، لو خيروك أن تضع فلفل في فمك ولا أن تضع ليمون في عينك؟ يعني تحطي بق طبعا ليمون في عينيا؟ لا غلط، يعني انا بصراحه شايفها مصيبه سودة، يعني لا، يعني عندي احط يعني فلفل في بقي احسن ما احط ليمون في عينيا بصراحه. فانا جبت رقم الف. هنشوف بقى السؤال الخامس، لو خيروك تذهب عطله في الشاطئ ولا تذهب للتزحلق على الثلج؟ تروح في الاجازه في الشاطئ ولا تروح تقضيها في التزحلق في التلج بقى؟ انا ذات نفسي يعني التلج لا ما بعرفش بصراحه، يعني ما كده انا عندي بصراحه روح البحر احسن. فانا هختار رقم الف. السؤال رقم 6، لو خيروك ان تحضر محاضر ممله ولا ان تخطب بالناس؟ بصراحة يعني تخطب بالناس دي لازم تبقى عندك يعني علم كبير قوي، يعني لازم تكون عندك خبرة جامدة جدا عشان تخاطب ناس، يعني عشان الكلمة دي هتتحسب عليها. فأنا بصراحة ممكن أختار رقم ألف عشان يعني أحضر حاجة مملة أحسن ما أضر الناس بحاجة غلط، يعني ممكن ما أفيدهمش. السؤال رقم 7، لو خيروك أن توشم جسمك كله ولا أن تحرق نصف جسمك؟ يعني الوشم حرام حرام، والحرق طبعا يعني بردك نفس النظام بصراحة، يعني هتبقى المنظر صعب قوي بصراحة. بس لو خيروني انا هختار ألف بصراحة. هنشوف بقى النتيجة دلوقتي مع بعضينا، هل حسبت كم مرة اجبت ألف وكم مرة اجبت ب؟ انا اجبت 1 2 3 4 5 ألف و2 ب. إذا كانت ألف أكثر من ب، هنشوف بقى أنا بقى شخصيتي إيه ظروفها. أنت إنسان حذر، دائم التأني والتريث هو مبدأك. شكرا شكرا شكرا، يعني والله يا جدعان يعني ده أنا فعلا أنا. لما أشوف أنتوا بقى بإذن الله ب ولا ألف. إذا كانت ب أكثر من ألف، أيوه يا خوف على اللي يختار بيه اكتر. انت انسان مغامر، والاكتشاف والاندفاع هما سبب سعادتك. يعني حلوه برضك حلوه. جينا دلوقتي لنهايه الفيديو وعرفنا شخصيه كل واحد فينا عامله ازاي، وعرفت شخصيته طبعا عامله ازاي الحمد لله يعني كويسه تمام. ولما نشوف شخصيه كل واحد فيكم في الكومنتات كلكم تنزلوا دلوقتي حالا تكتبوا، ولو لسه ما اشتركتش في القناه فانزل دلوقتي حالا اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك على الفيديو ده. ويلا اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.